من امتى الله ومنين بقى جاي؟ وجوده اساسا يبقى ازاي؟ طب هو خلقنا ومين خلقه محتاجه اجابات، وازاي قبل ما هيكون موجود يقدر يأمر ويكون له وجود؟ عقلي اتحير انا عاوزه ارد معاه. يبقى ما نسألش وجود ربنا كان جاله منين. القطر وعربيته الأولى بتشد الباقيين بسهولة من غير ما تشدها عربية زي الباقيين، علشان حركتها دي من ذاتها دي النقطة المطلوب إثباتها. يبقى ما نسألش وجود ربنا كان جاله منين. الله مش ممكن إدراكه وحقيقته الكاملة ما توصلش، واللي سبقكوا جاي وراكوا جواه نفس الأسئلة بتعيش، جواه نفس الأسئلة بتعيش. والفرق الموجود بين الناس أجمعوا على إن الله موجود من وقت كبير، وإزاي أجيال بعدها أجيال والكل مصدق في اللي اتقال، والفكر مازال ثابت جدا من غير تغيير. إزاي بقى مع كتر الأجناس والفرق الموجود بين الناس أجمعوا على إن الله موجود من وقت كبير، وازاي اجيال بعدها اجيال والكل مصدق في اللي اتقال، والفكر مازال ثابت جدا من غير تغيير. الله مش ممكن ادراكه وحقيقته الكامله ما توصلنيش، سبقكوا جاي وراكوا جواه نفس الاسئله اللي تعيش، الأسئلة بتعيش. مكان وحياة العالم والإنسان كل ده تلقائي، لا ليه تخطيط ولا كان مقصود، والصدفة أكيد ليها أعظم دور في وجود أرضنا وخروج النور. مش لازم يعني وجود خالق خلق الموجود، الصدفة لا يمكن جرب كم واحد في المليون لو حبت توصل بالصدفة لنتيجة تمام. لو فرضا شفت بعينك مول هتقول ده لوحده أكيد معمول، ولا ده كام واحد في المليون لو حبت توصل بالصدفة لنتيجة تمام. لو فرضا شفت بعينك مول هتقول ده لوحده أكيد معمول، ولا ضروري في واحد عمله لهدف قدام. الله مش ممكن إدراكه وحققته الكاملة ما توصلنيش، واللي سبقكوا جاي وراكوا جوا نفس الأسئلة بتاعتي. الله مش ممكن إدراكه وحققته الكاملة ما توصلنيش، واللي سبقكوا جاي وراكوا جوا نفس الأسئلة بتاعتي. جوا نفس الأسئلة بتعيش.